Le conseil du club DSI. Aslama ou marhaba bikoum fi le conseil du club DSI Tunis li hadha el asbou' li khass le télétravail ou le amal an ba'd wa ahamiyat el tawajjuh nahwa hadha el nizam min el amal. في البداية دعنا نلقي نظرة على تاريخ هذا النوع من العمل. ففي الأصل يتكون العمل عن بعد من تنفيذ المهام المهنية خارج مقر صاحب العمل، سواء كان الموظف في المنزل أو في مكان آخر، طالما أن لديه إمكانية استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات. وقد ظهر هذا المفهوم لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1950 من قبل عالم الرياضيات نوربرت فاينر، ثم أتاح لاحقا تطور تقنيات المعلومات في التسعينات إمكانية دمج العمل عن بعد بشكل نهائي كأسلوب عمل جديد. لكن في سنة 2002 فقط وقعت اتفاقية على مستوى الأوروبي تعزز حقوق وأمن عالم العمل الجديد هذا. في الوقت الحالي أصبح العمل عن بعد حقيقة، حيث غيرت الأزمة الصحية طريقة عملنا واستهلاكنا جذريا، وأصبح على الجميع التكيف مع ديناميكية حياة جديدة تتسم بالخوف وعدم اليقين. خلال هذه الأزمة لاحظنا زيادة كبرى للطلب عن العمل عن بعد والتسويق والدفع عبر الإنترنت وحتى الثقافة عبر الإنترنت، وقد أعطى هذا قفزة كبيرة في التحول الرقمي للشركات. في سنة 2020 كان الوضع الصحي المتعلق بكوفيد 19 مصدر رئيسي لضغط التكنولوجيا على الشركات، خاصة بالنسبة لإعادة حلول لضمان الاجتماعات عن بعد داخليا أو خارجيا، تنفيذ حلول العمل عن بعد لضمان استمرارية الأعمال لكل المستخدمين للتطبيقات، وذلك لفرق تكنولوجيا المعلومات من أجل تخطيط مهام الإدارة والمراقبة اليومية لمعدات تكنولوجيا المعلومات. ومن ناحية أخرى وجب تلبية طلب فرق مشاريع تكنولوجيا المعلومات ومقدمو الخدمات لمواصلة تقدم الأعمال. على الرغم من كل هذه الإجراءات، لم يتم حتى الآن ضمان إجراء كل الأعمال عن بعد لأسباب تتعلق بأمن البيانات وبطبيعة الوسائل المستعملة، وخاصة لدى الشركات التونسية. وهنا تجدر الإشارة أن الشركات التونسية تدرك بشكل عام أهمية هذه التوجهات المتعلقة بالعمل عن بعد لضمان استمرارية الأعمال، لكنها ما زالت لم تنتظم بالشكل اللازم للوصول إلى مستوى النسب المسجلة الدولي. نشكركم على حسن الاستماع واستناونا في مزيد النصائح مع تسليط الضوء في المرة القادمة على مزايا وعيوب هذه الطريقة من العمل.